الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف لحد ما مثال على تعظيم المنفعة Utility Maximization، مسألة بسيطة رياضياتية، وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض الآن وجود دالة المنفعة الآتية، وهي منفعة مستمدة من السلعتين X و Y. والآن هذه دالة المنفعة utility تعتمد على السلعتين X و Y تساوي 3X، هي دالة المنفعة 3X زائد XY زائد 2Y، هذه دالة المنفعة. لكن هناك معلومات ثانية، وعن دالة المنفعة هنا U sub XY دالة المنفعة 3X زائد XY زائد 2Y. معلومات الثانية أنه سعر الوحدة الواحدة من سعر X price of X يساوي 2، وسعر الوحدة الواحدة من السلعة Y price of Y تساوي 4. مجموع الدخل المتاح للمستهلك I تساوي 100. الآن وحدات القياس لا تهمنا، الفكرة المجردة هي المهم. نحتاج إلى تعظيم المنفعة خضوعا إلى قيد الأسعار والدخل، ما يعني بأن دالة لاجرانج تكون من الشكل الآتي. هذه دالة لاجرانج، هذه حرف ال هذا بس اختصارا للاجرانج، تساوي دالة المنفعة 3x زائد xy زائد 2y زائد لاندا اللي هو مضاعف لاجرانج مضروب في قيد الدخل، لكنه صفرناه، لاحظوا 100 ناقص 2x ناقص 4y. هاي الآن نسميها احنا دالة لاجرانج، هذه هي دالة المنفعة، هذا مضاعف لاجرانج وهذا قيد الدخل. هنا الآن سنحتاج إلى اشتقاق هذه الدالة، دالة ثلاث مرات، المرة الأولى بالنسبة لX، المرة الثانية بالنسبة لY، المرة الثالثة بالنسبة للامدا. إذن هنا نحتاج عند هذه المرحلة إلى اشتقاق دالة لاجرانج ثلاث مرات، الأولى بالنسبة لX والثانية بالنسبة لY سلعة، والثالثة بالنسبة لمضاعف لاجرانج. نتابع على بركة الله. هنا الاشتقاقات، الآن هذه الاشتقاقات اشتقاق دالة لاجرانج ثلاث مرات. الآن هذه الدالة نشتقها أول مرة بالنسبة لX، وبالتالي هنا L sub X تساوي، لاحظوا لي هذه الX تذهب فيبقى الثلاث، هنا تذهب الX يبقى Y، هنا صفر، لاحظوا لي داخل القوس فقط سالب 2X، وبالتالي بتروح الX، إذن سالب 2 في لامدا، الكل تساوي صفر حتى يعني نعظم المنفعة. فهذه الاشتقاق الأول نسمها المعادلة الأولى. الاشتقاق الثاني L sub Y اللي هي هنا المارجن يوتيليتي اوف X، هنا المارجن يوتيليتي او المنفعه الحديه لاكس، هنا المارجن يوتيليتي او المنفعه الحديه لواي. لاحظوا الان اشتقينا بالنسبه لواي، تذهب واي تبقى اكس، هنا تذهب واي تبقى اثنين، هنا داخل القوس سالب 4 واي تذهب واي، اذا سالب 4 في لامدا تساوي صفرا. واخيرا نشتق بالنسبه للامدا اللي هو قيد الدخل اللي هو تساوي كل ما في القوس. هي المعادله، هذه الثلاث معادلات هي التي اكدنا عليها. الان نحتاج إلى حل المعادلات، نحتاج إلى حل ما هي القيمة من X Y التي تجعل هذه صحيحة، هذه صحيحة، وهذه صحيحة. آخر الآن سلايد سنقدم إن شاء الله المعادلات مرة أخرى. هذه L sub X تساوي 3 زائد Y سالب 2 لامدا تساوي 0. هنا عندي L sub Y اللي هي marginal utility of X، هو marginal utility of Y، المنفعة الحدية لX، المنفعة الحدية لY، اللي هي تساوي X زائد 2 سالب 4 لامدا تساوي 0. وقيد الدخل الآن L sub لامدا تساوي 100 سالب 2X سالب 4 يساوي 0. الآن لاحظوا لي من المعادلتين الأولى والثانية نجد بأن ماذا؟ من الأولى والثانية هي 3 زائد Y سالب 2 لامدا تساوي 0، هذه 3 زائد Y سالب 2 لامدا تساوي 0، إذن 3 زائد Y تساوي 2 لامدا، إذن لامدا تساوي 3 زائد Y مقسم على 2. من الثانية اللي هي X زائد 2 سالب 4 لامدا تساوي 0، X زائد 2 سالب 4 لامدا تساوي 0، إذن X زائد 2 تساوي 4 لامدا، إذن لامدا تساوي X زائد 2 على 4. بما أنه لامدا تساوي هذه القيمة أو هذه الكمية هنا، ولامدا تساوي هذه الكمية، إذن هذه الكمية تساوي هذه الكمية، هنا الحل النهائي. ما يعني بأن هذه الآن الكمية 3 زائد Y على 2 اللي هي هذه تساوي X زائد 2 على 4 اللي هي هذه. معنى ذلك لو ضربنا ضرب تبادل، لاحظوا لي 4 في 3 زائد Y هنا تساوي 2 في X زائد 2 هنا، من حل بسيط 4 في 3 12،
و4 في واي 4 واي، هنا 2 في اكس 2 اكس زائد 2 في 2 يساوي 4. بحل بسيط، واي تساوي نصف اكس سالب 2 بالتعويض عن واي في الدالة هذه اللي هي الاشتقاق الثالث هنا بواي، بيطلع عندي اكس، يعني افضل كمية يجب على المستهلك ان يشتريها اكس ستار تساوي 27 وواي تساوي 11.5. يمكن لنا ان نمثل ذلك بيانيا كما يلي، هنا اكس على المحور الافقي، واي على المحور العمودي، هذا قيد الدخل هنا، اقصى ما يمكن شراءه من اكس هنا واقصى ما يمكن شراءه من واي هنا. هنا الكمية 50، يعني الان بما انه سعر اكس تساوي 2 والدخل 100، معناته 100 مقسم على 2 تساوي 50، اقصى ما يمكن شراءه من اكس، واقصى ما يمكن شراءه من واي هو 25 اللي هو 100 مقسم على 4 اللي هو سعر اكس. لكن الكمية التي يشتريها المستهلك حتى يعظم منفعته هي 27 من اكس و11 ونصف من واي. اذا هنا هذا اليوتيليتي الاندفرنس كيرف نسميه احنا، منحنى السواء، هذه نقطة التماس بتقول لي انه اعظم كمية هي هذه الكمية 27 من اكس و11.5 من واي، بكون التوتال يوتيليتي ماكسيما او اقصى كمية منفعة او مستوى منفعة يصل له اللي هو 414.5. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا ان اكون قد قدمت لكم الفائدة، لكم احبتي جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.